بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما أحوجنا ولا سيما في مثل هذا الزمان إلى الاستغناء بالقرآن، وأن نفقه هذا الأمر العظيم. الزمان الذي عكفت كثير من الناس، وانحنت كثير من الرؤوس، وشغفت كثير من القلوب، وكبت كثير من الأبصار على أجهزة الجوال، وأدمنت النظر فيها نظرا أثر في كثير من الناس تأثيرات ليست بنافعة بل ضارة، من حيث الدين والخلق والسلوك، ومن حيث الصحة والعافية. وهذا حقيقة من الأمور التي يتألم لوجودها كثير من الغيورين والناصحين والمشفقين، لأن هذا الأمر سرى في كثير من الناس ولم يصبح لهذا القرآن من حياتهم نصيب، أو أصبح له النصيب القليل، لكنه في آناء الليل وأطراف النهار وجل أوقاته راميا ببصره على هذا الجوال ينظر فيه نظرا من بعد نظر، وتأملا من بعد تأمل، ويدخل من خلاله في متاهات، لأنه حينما يرمي ببصره على هذا الجوال ينظر فيه لا يزال يدخله من متاهة إلى أخرى. وكم كاد الشيطان للعباد من خلال هذا الجوال محاسن الجوال أو منافعه لا حاجة للكلام عليها، لكن الكلام على المصائب العظيمة التي انجرت إلى كثير من الناس إناثا ذكورا وإناثا صغارا وكبارا في أمور مؤلمة، حتى إن بعض الناس شغله هذا الجوال عن الفريضة، ينادى للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، ويبقى مع جهاز الجوال مكبا ينظر إليه إلى أن تخرج الصلاة، إلى أن تخرج الصلاة. فريضة الله قائمة في بيوت الله ينادى إليها ثم تقام، ثم يصلي الناس وعينه على الجوال لا ترتفع منه، ونظره عليه لا يرتفع منه. وإذا كانت الفريضة ضيعت فما سواها يضيع من باب أولى. فما أحوجنا في هذا الزمان وكثرة هذه الملهيات وبخاصة هذا الجوال إلى أن نعرف قدر القرآن ومكانة القرآن ومنزلة القرآن العظيمة، حتى نعظم القرآن ونعنى به ويكون له من حياتنا النصيب الأوفى. ولو أن هذا الإكباب على الجوال نظرا إليه كان نظرا إلى القرآن كيف كانت حياتنا؟ نعم، لو كان هذا النظر والإكباب على الجوال الذي هو حال كثير من الناس، لو كان بدل ذلك نظر إلى القرآن وتأمل في القرآن وتدبر في القرآن
لكانت حياتنا من أطيب ما يكون، زكاة وصلاحا واستقامة وهداية، لكننا استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وضيعنا وفرطنا وقصرنا وأهملنا. ولهذا هذه الرسالة تعد موقظة بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله الذي يسر لنا قراءتها والجلوس للإفادة منها أن ينفعنا بها، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه. نعم.